السلام عليكم الخوش، كنتمنى من الله كل شيء تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. مهم الخوش فيديو جديد، نهار جديد كما كتشوفوا معانا في هذه البلاصة الزوينة اللي زوينة بزاف بزاف بزاف، وداز فيها الطفولة ديالتنا، وكنا كنجيو لنا الأيامات ملي كنا كنقراو بزاف الحوايج، وبغيت حتى اليوم نشاركها معاكم. وكنقول لكم الخوش سموحاش بزاف حيت غبرت عليكم ما نلقاناش، بقيت كنلوح لكم فيديوهات ما حكم والله الا الخوش عندي بزاف تخربيق وبزاف المشاكل، هذاك الشيء علاش انا مثلا ندير ما كنلوحش لكم في القناه بزاف غير السموحات وصافي. المهم هذاك الشيء اللي جاي راه شي حاجه اللي هربانه اللي واعره 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 بزاف. الناس اللي كتعرفني نزلت من يسحبوني نزلت من الكاميون، راه باقي طالع في الكاميون عمرني ما نزلت منه. المهم الخوش كما قلت لكم، وشكرا بزاف بزاف ليكم، وبالاخص الدراري الناس المبتدئين سولوا فيا في الانستغرام بزاف بزاف تلا ميساج دخلت السم، والحمد لله ملي كيولي عندك واحد الاشخاص اللي زوينين وشي يسولوا فيك وشي يقلبوا عليك، والله الا انا كنفتخر وحق الله العظيم الدراري المساكن المبتدئين كنقولها بهذا الاسلوب بحال ما هكايا كيسولوا فيا وانت فين غبرتي علينا وعلاش وادي وادي وادي، كنحس بهم كنحس براسي قريب ليهم بزاف وحق الله. وبنادم كتكون قريب ليه بحال ما كنتش على الدرجه كتعرف انت باللي راك عطيتي شي حاجه زوينه لدوك الدراري، وانا وحق الله العظيم كنعطي شي حاجه زوينه للدراري والحمد لله، ورين الدراري بزاف الحوايج. وخليكم معايا في هذا الفيديو باش غتصنتوا بزاف الحوايج. يلا المهم الخوش بالبلو لايك شي لايك كومونتير بارطاج القناه ديالنا، رانا عساس نتوما عارفين كلشي. المهم الخوش يلا خليكم معايا في هذا الفيديو شوفوا ان شاء الله كامل. كما كتشوفوا معنا الخوت طالع فيها الطليعه والله الا عيش الطليعه طالع من يايق جيش عيش، ولكن قلت والله اليوم واش غنمشي لهذيك البلاصه اللي دوزنا فيها الطفوله ديالتنا وبزاف الحوايج نشاركها معاكم ونوريها لكم. عرفتش مع الشمس كنبان لكم مزيان ولا لا؟ طليعه من هنايا هذه هي الطلعه، غنقلبكم هذه هي الحبطه وانا جاي طالع، اذا هذه هي الطلعه. الله يهدينا مره مره الخوش كنبقاو نضحك كنبقاو نشارك معاكم بزاف الحوايج. وكما قلت لكم راه ان شاء الله راه شي حاجه اللي جايه في الطريق اللي غنوريها لكم بلي ديطاي حاجه حاجه. انا راه لا وقفتش راه كنكون واقف على شي حاجه، لا وقفتش راه كنكون واقف على شي حاجه، مابقيتش لحت لكم مابقيتش شاركت معاكم حتى شي لعبه حتى شي حاجه. المهم هاد الايام غنقول لكم كيفاش داز ستريس والعباد ديولك، وان شاء الله هذاك الشيء اللي جاي غتكون شي حاجه واعره واعره الخوت واعره، حيت علاش غنوريكم مناش دز انا حتى نتوما بغيتكم تدوزوا منا، فهمتي؟ حتى انا بغيتكم تدوزوا من هذيك المرحله النيش دوزو حتى نتوما من هذوك الطرق اللي دوزت انايا، غنوريكم كيفاش ديرو ابارموك ابارموك نسى عليا رموك، فهمتوني كيفاش؟ الناس اللي باغاش تزيد القدام فهمتوني، باغا تزيد القدام وباغا عنده واحد الحلم باغا طلع تسوق رموك فهمتي، تسوقو في شي بلاصه ولا شي لعيبه ولا شي تخربيقه. المهم حنا ما غاديش نتسبقو الاحداث بزاف، وهذاك الشيء غادي يجيني ان شاء الله مع الوقت، وغادي نشاركو معاكم كامل كامل باللي ديطاي والله الا غادي نشاركو معاكم نقول لكم اي حاجه. وانا هاد الكلمه اللي كنقولها لداك كنقولها من القلب، انا الحمد لله ماشي كن من كما كيقولوا ولا شي حاجه، والله الا الدراري تبعوني في الري ديالي كنقول فهمتوني كتبغي الاجر يشبش عند الله سبحانه وتعالى، حيت حتى شي واحد ما غيعطيك شي حاجه الا درتي مع شي واحد الخير. الدراري صيفطناهم خدموا وقسما بالله انا شو واحد الحاجه فرحان بزاف فرحان فرحان كنقول لكم انا فرحان. علاش انا فرحان؟ حيت الدراري الحمد لله اوريناهم قلنا لي ما سيروا عاد دقوا هذاك الباب، مشاو دقوا هذوك البيبان وربي سهل ليهم، والدراري خدموا اقسم بالله العلي العظيم، ماشي بحال شي وحدين محساده وانت داوي انت داير انت كتقول لينا هادي هادي، هو ما تيقدرش يفوت تمو كما كيقولوا. تحياتي لشي دراري كيفوش تربع كتسين وكيفارقع لك راسك اصاحبي، والدراري والله اقسم بالله وريشهم شي دراري ناضين ناضين صراحه عجبوني، مشاو دقوا الباب قال لي خويا عمر جاب الله التيسير، وشي دراري اخرين قلنا لهم شوفوا كانوا بعادين على الدومين، وكما كيقول بنادم جالس فهمتوا بنادم اللي كيولي كيقلب على الدومين وباغي يخدم وهادي راه عارف اذا جالس، مشاو ديروا بيرمي قال خويا عمر شدينا بيرمي العيباش، فرحت ليهم اقسم بالله العظيم. كيقول لك الانسان الا فرح الانسان ربي تيعطيه ربي تيسهل ليه، الانسان الا شاف شي حاجه زوينه وقال تبارك الله ربي تيسهل ليه فيها شيء. هذا من واحد الجانب، هذا الشيء كنبغي نشارك معكم كامل كامل، كنبغي نقولوا لكم كنبغي نقول لكم اي حاجه كما هذه البلاصه زوينه. انا علاش جيت لهنايا باش تكون عندي واحد الانرجي اللي واعره ونتفكر بزاف الحوايج اللي نقدر نقولهم لكم. وبالنسبه للخوش الناس اللي ما مثلا بنادم ما عارف شي حاجه ولا شي تخربيقه ولا شي حاجه خلي لي اخوي كومونتير اخوي ما تحشمش ما تحشمش اصاحبي، حنا خوت فهمتيني كيفاش، قول لي
انا كندير معاكم اللايف. علاش كندير معاكم اللايف الدراري؟ علاش كندير معاكم اللايف؟ كنقول لكم خود دخلوا اللايف، ديروا واحد اللايك، ديروا اللايك باش يطلعوا لنا الفيديوهات ديالنا. علاش؟ باش الدراري المبتدئين يدخلوا تماي ويحصلونا في اللايف، حيت انا اللايف راه بحال كنتحدث معاك في قهوه، راه شي انا وياك شربنا قهوه، راه بحال كذلك هو اللايف. سولني تمايا نعطيك باللي دي طاي كامل انستغرام. سمحوا لي الخوت راه ما كنجاوبش فيه بزاف، راه فهمتوا مع حكم الخدمه واللعيبات وديك الشيء، راه بنادم الله يحسن العون. شي لايف انا جالس دخل لايف عندي مرحبا بك على الراس والعين. سولني ما تحشمش، انا حاجه وحده نقولها لكم، ما تحشمش اصاحبي، ما تحشمش كي معايا كي مع واحد اخر. سول على راسك شناهي هذه، شناهي هذه في الكاميو ماشي، انا ما تقدر ما تكونش عارف شي حاجه، هذه نورمال اصاحبي. انت سول اصاحبي، ما كاينش اصاحبي الاشكال اصاحبي، سول اي واحد قول لي خويا لعيبات هادي وريني هادي هادي، انا ما عرفتش هادي، ما عرفتش بزاف الحوايج، حاجه نورمال حاجه عاديه. فهمتوني كيفاش الانسان ما مكنبغيش بنادم يجي يحشم اصاحبي، ما تحشمش اصاحبي، وسول على راسك كما كيقولوا الدراري. سولوا راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه وش حاجه اللي واعره. وكما قلت لكم فهمتوني، راه ما كنت واقع في القناه، راه ما بزاف الحوايج اللي فهمتي نقدر نشرحوها، نقدر نقول لكم ضرتني ايد علاش حولت هاد اليد من هنا، حيت كنصور انا بالتليفون فهمتوني. عشت صواش كيجيكم شي حاجه، المهم شي حاجه مزيانه ولا هذه، المهم من بعد ان شاء الله والعيبات وداك الشيء غادي ندخل لكم مشاريع هربان فهمتوني، شي مشاريع اللي هربان الاخير الاواخر، فهمتوا كيما كيقولوا الاخير الاواخر. سمعتوني الخوش، ونتمنى من الله الله يعجبكم هذا الفيديو بزاف وفي هذه اللحظه الزوينه صراحه. والله انا شوشو هذه هي اللي دارت لي واحد لينيا جي اللي واعره، اللي قدرت دابا نصور لكم مزيان والعيبات وداك الشيء، البلاصه اللي واعره 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 اللي لايق فيها شي سينيماتيك واعر يجي فيها هنايا. دابا غندير فيها ان شاء الله شي سينيماتيك اللي غنلوح لكم في انستغرام باش يبقى شي هوايا. ومبغا نكثرش عليكم بزاف شو هاد البلاصه، والله الا دوزنا فيها الطفوله ديالنا الحمد لله، كبرنا كما كيقولوا مع الشجار والهواء شي حاجه اللي واعره وحق الرب العظيم. علاش بدا تطلع عنده كيطلع بنادم زوين فهمتش، كاين الحقد لا بغض لا شي حاجه، اقسم بالله العظيم. وانا اقسم بالله العظيم مش كنبغي نوري للدراري، نبغي نوريهم، نبغي نحفزهم، نبغي نزيدهم قدام فهمتوني، كنبغي بنادم يزيد قدام. شي واحد انا تيصوني عليا تيقول لي اخويا خدمت ناري وحق الرب كنفرح فهمتوني، من الداخل كنحس براسي ما عرفتش شنو هو انا، بحال انا اللي خدمت فهمت ولا لا، وقسما بالله العلي العظيم انا كنحس براسي زعما كاين شي حاجه اللي شي حاجه اللي واعره بزاف، وقسما بالله العلي العظيم واعر والله سبحانه وتعالى. مي كتحس براسك فهمتيني، الدري كيدق الباب ديالك توري بلاصه، راه ما ساهلاش اصاحبي، راه ما ساهلاش حق الرب ما ساهله بالله، راه ما ساهلاش، راه شي حاجه اللي واعره بزاف. المهم الخوش نخليكم، قلت لكم نخليكم في هذا الفيديو انا شويه شنسى. المهم الخوش كنتمنى من الله يكون عجبكم هذا الفيديو، ما تنساوش الخوش ابوناو في القناه، شي لايك شي كومونتير بارطاج الخوت، راه حيت نعسنا في القناه راكم نتوما عارفين كل شيء. المهم ما تنساوش الخوش بارطاج بارطاج واللايكات بحال شحال هذه ما حنا فيها القناه ديالتنا ثاني غتبدا القناه عديمه، انا معاكم ديما حاضر وناظر بلا نضاضر. بغيت نضحك معاكم الخوت شويه، راكم عزاز وغالين وحق الله العظيم، وبسلام عليكم الخوت، نتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو اخر.